السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سمعان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن وناه. بعد، قرئ علينا في هذه الصلاة من مفتتح الحزب 26 منتصف الجزء 13 من سورة الرعد، وهذه السورة من المختلف فيه في نزولها أمكية أم مدنية، وهي من الحروف المقطعة، وعدد السور في القرآن التي استفتحت بالحروف المقطعة 29 سورة مبتدأها في سورة البقرة وآخرها في سورة القلم. وسورة الرعد استفتحت بأربعة حروف مقطعة ألف لام ميم راء، وعدد الحروف المقطعة في القرآن 14 حرفا، جمعها الناظر في قوله نص حكيم قاطع له سر. وكل السور في الحروف المقطعة مكية إلا ثلاث سور، اثنتان متفق على مدنيتهما البقرة وآل عمران، والثالثة وهي الرعد مختلف أمكية هي أم مدنية على قولين مشهورين عند أهل العلم من أهل التفسير وعلوم القرآن، منهم من قال مكية ومنهم من قال مدنية، ولعل أنها للمدنية أقرب العلم عند الله. والسور المدنية هي كل ما نزل بعد الهجرة وإن كان خارج المدينة، كما في قوله إن فتحنا لك فتحا مبينا في سورة الفتح. والمكي كل ما نزل قبل الهجرة وإن كان خارج مكة، كما في قوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، سورة الأحقاف. السور المكية تتميز بقصر آياتها وأنها تؤكد على الأمور العقدية وتحكي قصص الأمم السالفة لنأخذ العظة والعبرة والادكار، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. السور المدنية تتميز بطولها وطول آياتها وتركز على الأحكام التي يحتاجها الناس من أحكام الأسرة كالنكاح والطلاق والخلع والإيلاء إلى غير ذلك، من أحكام الجنايات والحدود والقصاص، من تحريم الخمر كما نزل ذلك في سورة البقرة، من أحكام الأيمان والنذور كما نزل ذلك في سورة المائدة. هكذا يكون الأمر ما بين السور المكية والسور المدنية. هذا القرآن أيها الكرام المباركون ينبغي للمسلم أن يجعل له وقتا، لأنه قد داهمتنا وسائل التواصل والجوالات الجديدة، وترد الإنسان حقيقة يجد قسوة في قلبه، ولذلك سنتعرض مما قرأه الإمام إلى آية واحدة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب فقط. لن نتكلم على العشر صفات التي ينبغي لأولي الألباب أن يجتنبوها، ولا عن الثلاث صفات التي ينبغي لأولي الألباب أن يهتبلوها، كما قال ربنا عز وجل فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق إلى آخره. هذه 10 أو 11 صفة ينبغي أن نحافظ عليها، وأربع صفات ينبغي أن نجتنبها، لكن سنتعرض لصفة واحدة وعبادة واحدة تجمع لنا كل هذا الشتات. ولذلك قال ابن القيم إن في القلب شعثا لا يجمعه إلا الإقبال على الله، إن في القلب شعثا لا يجمعه إلا الإقبال على الله، لا تجمعه الأموال، بل إن الإنسان يفتن بماله ويبتلى به ويتمنى أنه لم يكن له منه شيئا، كما ترون الآن يتمنى أنه ما عنده شيء وأنه يكفيه من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم اجعل عيش آل محمد قوتا،
وكما قال عليه الصلاة والسلام عند أهل السنة حديث صحيح قال: من أصبح آمنا في سربه، وفي رواية في ثربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فإنما قد حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا أهم شيء. ومن يذهب إلى أصحاب الأسرة البيضاء، ومن يذهب إلى المساجين، إلى كل هؤلاء، يحمد الله على ما هو فيه من النعمة، أن له لسانا يذكره. أبو قلابة، قلابة بكسر القاف، عبد الله بن زيد الجرم القضاعي، روى له الجماعة، ويرسل كثيرا في علم مطلع الحديث. عرض عليه القضاء فقال لأمير المؤمنين: أمهلني إلى الغدر. فلما جن الليل عليه غرب وترك بغداد دار الخلافة. ليه؟ لينفد بجلده من أن يكون إيش؟ قاضيا. يخاف لما يقرأ القضاة الثلاثة اثنان في النار واحد في الجنة يرتعب. فنزل بعريش مصر فأصابته الآكلة، يسموها الغرغرينة، فأتت على أطرافه جميعا، اليدين والرجلين، واعتل جسده، فلم يبق منه إلا لسانه. ونزل بخيمة في بيداء الصحراء التي يبيد فيها البيد ويضيع فيها الذكي والبليد، ومعه ابنه، فخرج الولد في حاجة أبيه ليأتي له بالميرة والطعام، فعاد الذئب عليه فأكله، عاد السبع عليه فأكله، ومر أناس يريدون الحجاز فسمعوا صوتا من داخل الخيمة وهو يقول: ماذا؟ الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. روى البخاري قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. أفضل الذكر لا إله إلا الله. سأل موسى ربه قال: يا رب علمني دعاء أدعوك به، ذكر يا رب أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. يريد شيئا يختص به لنفسه. قال: يا موسى، لو أن الأراضين السبع والسماوات السبع وعامرهن غير في كفة ولا إله إلا الله في كفة لطاشت بهن لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا إله إلا الله لو نزلت على حلقة في فلاة لخطمتها. هذه لا إله إلا الله ما هي قليلة. لأجل هذا اللي بيستعد الهابي نيو كريسمس وهابي نيو يير وكريسمس فريز وباباهم نويل، نقول لهم: لا تنقضوا لا إله إلا الله، لا تنقضوا الميثاق الذي أخذه الله عليكم، والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وفي رواية ذرياتهم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى. فلا تنقض هذا العهد تحت أي مسمى. لا تقعد تقول السنة الجديدة وأنا ماني مؤمن. لا يا حبيبي جزاك الله خير، كل دعوة لم تقم عليها بينات أصحابها كذبة أدعياؤهم. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. روى البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب بدء الخلق، وفي كتاب التفسير باب قول الله الصمد وباب قول الله قل هو الله أحد، قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، يعني ما ينبغي يسوي هذا، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما تكذيبه إياه فقال: لن يعيدني كما خلقني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياه فقال: إن لي ولدا وأنا الواحد الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. ثم تلا قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة: وإن الذي يشاركهم في أعيادهم ببيع ما يريدونه أو بشرائه أو بإهدائه أو بتهنئتهم فإنما كمن هنأهم على سجودهم للصليب. أنت تهنئ بمن؟ زفنف الله، بتهنئ بابن الإله أم بالإله؟ بمن بتهنئ؟ ما نريد أن نفهم ديننا يا أيها الفضلاء، بمن تهنئ الآن أنت؟
أتدري what's the meaning of the Christmas؟ إيش معنى كريسمس؟ كريسمس من كلمتين Christmas. كريست كلمة لاتينية محرفة من كريستوس. كريستوس يعني المخلص أو ابن الإله أو الإله. ومات يعني العيد، عيد المخلص، عيد الإله، عيد ابن الإله. هذه معناها بنيو كريسمس. لمن لا يفهمها يفهمها، لمن لا يعلمها يعلمها. ولذلك قال ابن مسعود وعمر لا تدخلوا عليهم في أعيادهم فإن السخطة والغضب يتنزل عليهم. شفت الفين وصلت. ام سلمة قالت يا رسول الله لما كنا بالحبشة، وام سليم قالت وجدناهم يجعلون شيئا في كنائسهم، يحطون كده صور للمسيح وصور لمريم الى غير ذلك، قال اولئك قوم تنزل عليهم السخطة. الله يعافينا واياكم. طب وايش الحل؟ الحل الداخل الله خير، تاخذ له نسخه مترجمه من القران وتقول له خذ اقرا ثلاث سور، آل عمران والمائده ومريم، بس اقرا السور الثلاثه دي وبعدين نرجع نتناقش ونتكلم واوضح لك اللي انت فيه من البلاء والخطا والتراينتي ما يسمى بالتثليث الاب الابن الروح القدس والعقيده الفاسده هذه. هذا ينبغي المسلم لا يكون امعاء، لا المسلم ينبغي ان يكون فيونير، يكون في المقدمه، يكون رائدا ان يدل الناس. ربعي بن عامر لما كسرى قال له انتم مو كنتم عرب سلاتيح ما لقين شيء، بنخلي لكم دينار في الصيف ودينار في الشتاء وكسوتين، كسوه الصيف وكسوه الشتاء. ضحك ربعي بن عامر. طبعا هو لما دخل مجلس كسرى كان معاه كده خيل قصيره ومعاه الرمح، ومجلس كسرى مجلس كبير، زرابي مبثوثه ونمارق مفروشه وشيء عجيب، فكل ما مر جلس ايش؟ يفرق فيها، خرب للمجلس كله بآلاف الدنانير الذهبية، وهو جالس متغير ما يقدر يقتل الإيش الرسل. ولما جاء جلس، جلس معه على كرسيه. الله قال ما الذي أتى بكم؟ قال جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من عبادة المسيح وعيسى وكذا إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة. هذه مهمتنا أيها الكرام الفضلاء. وتذكروا أن الله سائل عيسى وهو حي عند ربنا في السماء الثانية، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. ويسأله إذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك يا رب الكذابين أنا ما قلت الكلام ده، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هذا هو الذكر الذي كل ما تقرأ في كتاب الله عز وجل، وأنت تقرأ قل هو الله واحد في أذكار الصباح والمساء وفي أذكار أدبار الصلوات وعند النوم أيها الكرام الكرام الفضلاء، وتقرأها مطلقا كل ثلاث مرات كمن قرأها كمن قرأ القرآن كما عند مسلم في صحيحه، ما ينبغي لك أن تشارك في هذا. ولذلك قال ربنا عز وجل وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال ابن جرير والقرطبي وابن كثير وغير واحد قالوا اللغو هو أعيادهم الباطلة، وقالوا اللغو هو كل عيد باطل، وقالوا اللغو هو كل قول باطل، وقالوا اللغو هو كل قول فاسد. أيها الكرام الفضلاء، هذا هو الذي ينبغي أن يكون، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كان النبي إذا حجبه أمر، وفي رواية إذا حج به أمر، كما عند مسلم فزع إلى الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. استيقظ يوما فقام بين يدي ربه، فقالت عائشة يا رسول الله إني أحبك وإني أحب قربك، قال يا عائشة ذريني أنادي ربي. الله أكبر. ثم سمعت بكاءه وهو ساجد، دموعه تبل لحيته تبل الثرى،
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحسن ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. جاء له علي رضي الله عنه وأرضاه يوما، كما عند أهل السنة وعند الطبراني، قال جاءه يسأله قضاء دينه، قال يا علي ألا أدلك على دعاء إن قلته لو كان عليك مثل جبل صير دينا قضاه الله عن، قلت بلى يا رسول الله، قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. كلمتان، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. يحكي أحد طلبة العلم أن رجلا وامرأة بلغ المئة، الرجل وكان ينامان يلتقيان برأسهما، هذا ينام في عرض الوسادة وهي تنام في طول الوسادة، يلتقيان فقط بالرأس، فإذا جن الليل قال قومي لتلك اللحظة التي أخشى أن نتحسر عليها في القبور. حبايبنا بتوع السناب شات اللي تغرين على الواتس اللئيم وسناب شات والتليجرام وكل ما هو آت آت، حتى الثالثة صباحا متصل الآن، اتصل بالله الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، اتصل بالصلاة، اتصل بما تجده ينفعك عند الله عز وجل، أغلبها خروج ما لها داعي. سيفنى كل كاتب ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتبن إلا شيئا يسرك في القيامة أن تراه، كل كلام وحش وغيبة ونميمة إلا ما رحم الله عز وجل، وقليل ما هم كما قال ربنا عز وجل. قم يا رجل صف قدميك بين يدي ربك تبارك وتعالى. في شدة الحصار في غزوة الأحزاب والنبي محاصر لمدة شهر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما كان يملك إلا أن يقوم يصلي، ثم لما ينصرف من ركعتين يقول من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة، ما عنده غير كده النبي عليه الصلاة والسلام. في غزوة بدر 314 رجلا وامرأتان، والكفار 1000 مدججون بالسلاح والعتاد، حتى قال أبو جهل قال لا نرجع إلى مكة بل نبقى هنا ونشرب الخمر وتغني القيان علينا فتسمع العرب بنا أبد الدهر يهابوننا. تبا لك يا أبا جهل. وإذا بالنبي يقوم في عريشه يدعو الله يدعو الله يدعو الله يدعو الله يدعو الله حتى يسقط رداءه من فوق منكبيه، ويظهر بياض إبطيه، ويأتي أبو بكر يبكي يلتزمه ويقول يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك لينجزنك الله ما وعدك. فأنزل الله عز وجل آية 40 أظن في سورة الأنفال، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. من منا إذا نزل به الأمر الغائر أيها الفضلاء استغاث بالله عز وجل وعجلت إليك رب لترضى. عن جابر بن عبد الله بن حرام الخزري الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه قال دعا النبي يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وجدت البشر في وجهي بين صلاتي الظهر والعصر، حديث عند الطبراني وفي سلسلة الصحيحة مسجد الفتح. قال ابن تيمية ولا يجوز لأحد أن يذهب إليه ليدعو عنده، ما تشد الرحال إلا إلى مكة المدينة إلى بيت المقدس. قال وإن ضاق المكان اتسع الزمان. كل واحد منا يوم الأربعاء بين الظهر والعصر أين دعاؤك أخي الحبيب؟ أين دعائي؟ أين اللغيظ؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام عند الطبراني ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس، 4 كلمات. قال عليه الصلاة والسلام عند أهل السنن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تحط الذنوب والخطايا كما تحط الشجرة ورقها. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم. وعند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا قاموا كمن يقوم عن جيفة حمار. وفي رواية كان عليهم سرة وحسرة وندامة إلى يوم القيامة. دعونا من جلسات الطنطنة والدندنة والغيبة، أحد الناس يتصل بأحد المعبرين يقول إني رأيت فلانا وفلانا وفلانا وكنا مجتمعين في غرفة وإذا بها رائحة نتنة. قيل له اتق الغيبة والنميمة، قال جزاك الله خير هذا الذي نقع فيه.
هذه الفاكهة الآسنة فاكهة المجالب، صحيح ولا لا يا إخوان؟ إلا ما رحم الله. فإذا قال لهم اتقوا الله قالوا لا تضيق علينا، والله الضيق هناك في الحفرة متر في متر ونخوض، أنت الآن في ساعة الضيق هناك، لما يأتيك ويتمثل لك عملك السيء الله يعافينا وإياكم في صورة رجل أسود نتن الرائحة نتن الثياب، يقول من أنت يدك الذي يأتي بالشر؟ قال أنا عملك السيء. بتهرب الآن إنه بتروح منتجع غيبة ونميمة وحش حشني ودقني ودقيته وحشني وحشيته، وهذا اللي احنا جالسين فيه لما رحم الله عز وجل. تجد أناس كبار والكلام من السرة فأسفل. يا رجل اتق الله، احترم شيبتك. قال الله عز وجل وجاءكم النذير، قال ابن عباس النذير الشيب، خلاص أعذر الله رجل بلغه إيش 60، خلاص انتهى. ونخوك اليوم حارس المدرسة هنا مدرسة 191 في مقتبل العمر، ما هو كبير في الأربعينات، يمكن سبحان الله يأتينا خبر موته، خبر موته يأتينا خبر موته رحمه الله وتجاوز عنه، وما تدري نفس بأي أرض تموت، تحسب أن الموت فرق بين الصغير والكبير، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قبل 3 أسابيع أزور رجل مهندس في الاتسي ذاك الله خير من جنسية عربية، طول بعرض سبحان الله، قوتي بصفا في الجسم سبحان الله، رأيته وزرته في مستشفى قبل يوم السبت الماضي أو كذا، وأمس دفن رحمه الله رحمة واسعة، شاب في الأربعينات في العقد الرابع من عمره. كلنا ذلك الرجل يا إخوان الله يرضى عليكم. الإنسان ما يزعل من الموعظة، ما يزعل من التنبيه، يا بخت من بكاني وبكى علي ولا ضحكني وضحك الناس علي. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. من يسهر على المقاطع المازنة والفاجرة ويرسلها يمنة ويسرى، والله لتشهدن عليك يوم القيامة. أحد الأمهات اتصلت بها طلبة العلم وقالت ما تبني في حادث وأرى الكلب يتبول على قبره، قيل ماذا كان يرسل؟ قالت لا أدري. قيل خلي واحد من أصحابه يتصل، فاتصل فقيل ماذا كان يرسل؟ قال يا شيخ كان يرسل المقاطع الإباحية، كان يرسل المقاطع الإباحية. أخي المبارك لا تستصغر الذنب، بل استعظم من أذنبت في حقه. مقاطع نساء ما في داعي منها، مقاطع خلفية موسيقى ما في داعي منها، مقاطع شيلات، قال الشيخ الفوزان الشيلات حرام ما في داعي منها الله يرضى عليك. ارسل شيء يأتي لك شاهدا يوم القيامة. أختم بهذا الحديث رواه ابن مسعود، رواه البخاري عن ابن مسعود في كتاب التوحيد وفي كتاب التفسير الآية 22 سورة فصلت، أن جلس قرشيان وختنهم ثقفي. الختن اللي هو إيش؟ زوج الأخت يسمى الختن. وفي رواية جلس ثقفيان وختنهم قرشي، شك الراوي. فجلس وقال أيسمع الله كل ما نقول؟ فقال بعضهم يسمع إن أخفينا ولا يسمع إن أسررنا. الراوي يقول كثيرة شحوم بطونهما قليل فقه عقولهما. بعض الناس أجسام البغال وعقول إيش؟ عقول إيش؟ لا مع الاعتذار العصافير، العصافير دي بتسبح ربنا، عقول حاجة ثانية الله يعافينا. العصافير دي بتسبح وإن مشينا يسبحوا بحمده، تسبح مرتين في الصبح كده وقت البكور، الله بارك لهم في بكور يا حبيب صخر الغامدي، وفي العشي كده هي وراجعة تغدو حماصا وتروح بطانا. قال النبي من حديث عمر لو تتوكلون على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماصا، يعني تروح الصبح حماص وتعود بطانا وتروح في الرواح في العشي بطانا. الشاهد بطونهم كبيرة لكن عقودهم صغيرة الله يعافينا وإياكم. قال الثاني إن كان يسمع إعلاننا فيعلم سرنا. المهم جلس كده، فنزل قول ربنا تبارك وتعالى وما كنتم تستترون نشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ما كنتم تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. الخلاصة لي ولكم، وأنا أول من أعظ نفسي أقسم بالله العظيم، ولست أهلا أن أجلس هنا، لكني ابتليت وبلوني هذول جماعة المدينة، كلموهم هذول أبلشوني وأبلشون تعال تعال، وإنه لست أهلا لشيء بسم الله العظيم، ولو يعلم الناس سوء سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، لكن الحمد لله الذي سترنا. اللهم استرنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليك، واجعل تحت ستر عملا صالحا تحبه
يا إخواني دائما وصية النبي لعبد الله بن بصري عند الترمذي لا يزال لسانك رطبا من ذكره. الله يرضى عليكم. إذا سمعت الغيبة أقول لك اتق الله. ابن باز جاء واحد يغتاب عنده قال له سبح 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 يكتب في حسناتك. يقول أحد السلف لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أمي فهي أولى الناس بحسناتك. صح ولا لا؟ ما تروح بعيد زيتنا في دقيقنا مننا وعلينا. صح ولا لا؟ اغتب أمك حتى تقول فيك. إيش لك يا أخي في الناس؟ ما تبت أحد إلا اغتبته. دول كاملة بالمئة مليون والمئتين مليون والتلتمئة مليون يعني يا ريت كان لا هذا تعدى خلاص اغتاب الدنيا بالملايين يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. فقال له سبح سبح يعني يقول كلام ينفعك. وتذكر لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. رواه البخاري عن عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري. أدام أخونا في ذكر الله عز وجل يا كرام يا فضلاء وأعظمه ختم القرآن في ثلاث في خمس في سبع في أحد عشر في خمس عشر في أحد وعشرين في ثلاثين في أربعين ولا تزد عن ذلك. قال بعض السلف من مر عليه أربعون لم يختم القرآن فهو له هاجر. آية 30 سورة الفرقان. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لا ومع التسبيح والاستغفار وابتهال الزمان الفاضل والمكان الفاضل وركعتان في جوف الليل تحييها وأن يكون آخر صلاة الليل وترا وبكرة اثنين وكمان 14 جمع فضيلتين الأيام البيض وكمان يوم ترفع فيه الأعمال. فدونكم ذلك يا كرام يا فضلاء. أسأل الله لكم التوفيق والسداد ونتقبل منا ومنكم ونجعل هذه الكلمات في موازين الحسنات وفي سجلات الطاعات مرفوعة عند فاطر الأرض والسماوات موافقة لرضا رب البريات تبارك وتعالى. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم استرنا واجعل تحت ستر ما تحب يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض وعاف كل مبتلى وارحمنا برحمتك التي وسعت الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا حب عبادك إليك وأقربهم زلفى لديك. وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى ويسر لهم بطانة الخير والبر ونجيهم من بطانة السوء والشر. اللهم احفظ المجاهدين في الصغور يا رب العالمين وردهم بنصر وغنيمة ورد كيد كل كائد وحقد كل حاقد وحسد كل حاسد. احفظ أولادنا اللهم وفقهم في اختبارات الدنيا وأعنا وإياهم على اختبارات الآخرة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم بارك بيوتنا ونساءنا وأولادنا وذرياتنا. اللهم ربهم لنا اللهم ربهم لنا وأدبهم لنا اللهم ربهم لنا وأدبهم لنا وجل نساءنا بالحجاب والعفاف ونجينا من المفسدين ونجينا من الفساد ونجينا من الشر ما ظهر منه. ارحم آبائنا كما ربونا صغارا. من كان حيا أطل عمره طاعة ومن كان ميتا فاجعل مثواه جناتك جنات النعيم. تم الكلام ربنا المحمود له المكارم والعلا والجود. ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما لاحقكم منه ولا فعلوا دعوانا. الحمد لله رب العالمين.